السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج اليوم الثامن. مشاهدينا، في هذه الحلقة عندنا موضوعان أساسيان للنقاش مع ضيوفنا الكرام عبر الهاتف. الموضوع الأول عن الذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر التي نعيش أجواءها اليوم في ظل العديد من التحديات التي تواجه اليمن واليمنيين لاستعادة الدولة والأمن والاستقرار. أما الموضوع الثاني فنناقش فيه بدء أكبر عملية تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية حكومة بلادنا والميليشيات الحوثية برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم اللوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. نبدأ النقاش ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا، ما نزال نعيش أجواء الذكرى 57 لعيد 14 من أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني الذي ظل جاثما على الشطر الجنوبي من الوطن قرابة 129 عاما، والذي حرم الناس من أبسط حقوقهم ومضى في تقسيم البلاد إلى دويلات ومشيخات متناثرة في إطار فرز مجتمعي بغيض. الاستعمار طبعا أسهم في كل البلدان التي يحتلها، أسهم جميع أبناء الشعب اليمني بهذه الثورة، لا سيما أدباء وشعراء اليمن بالوقوف في ضد هذا الاستعمار والوقوف في خنادق النضال والثورة ضد الطغيان والاستعمار البغيض. ذلك طبعا من خلال إبداعاتهم وقصائدهم الوطنية المتأججة بالمشاعر الوطنية، حيث نجد هناك العديد من الشعراء الذين كتبوا العديد من القصائد الشعرية التي بشرت بالثورة قبل هذه الثورة بسنوات وتحقيق الاستقلال ومقارعة الاستعمار والطغيان والعدوان أيضا، حيث كان صوت الشعر الهادر ينطلق كالحمم والقذائف الخارقة ويرعد بأصدق وأروع القصائد الوطنية التي خلدها التاريخ والتي تسجل لمرحلة عظيمة من مراحل النضال الوطني ضد الوجود الأجنبي. لحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن هذه الثورة في ذكراها 57 ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، سفير بلادنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة السفير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعادة السفير. بداية، كيف تنظر إلى الذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر ونحن ما نزال نعيش هذا الفعل المقاوم والتحديات التي تواجه اليمن من كافة الاتجاهات طبعا؟ أولا نهني أبناء شعبنا والقيادة السياسية بمناسبة ذكرى 57 للثورة المباركة ثورة 14 من أكتوبر. هذه الثورة التي شكلت قيمة كبيرة في وجدان الشعب اليمني، هي الفاتحة التي التحقت بثورة 7 سبتمبر ومهدت لإعادة توحيد اليمن وإعادة اليمن لدوره الطبيعي، هي التي وحدت محميات الجنوب وسلطناته من أقصى من عدن إلى أقصى المهرة، هي التي يعني هزمت أكبر قوة استعمارية في حينها بإرادة الشعب اليمني وبإرادة ثوارها الأوائل من ثم جبال ردفان. بالتأكيد أنه الاحتفاء بهذه الثورة وبلادنا تخوض معركتها من أجل استعادة الجمهورية ومن أجل إعادة الألق الأهداف ثورة 26 سبتمبر أو 10 أكتوبر لها معنى ودلالة خاصة في نفوس معظم اليمنيين. أنا يعني جميعنا نشهد أنه طريقة الاحتفاء والاحتفال بهذه الثورة المجيدة يعني تأخذ معنى وطابع آخر. اليمنيين يحتفوا وهم يواجهون تلك المشاريع الصغيرة ذات الطابع السلالي الكهنوتي أو المشاريع التي تحاول أن تقزم اليمن وتدخله في ما يضعف وما يجترح هويته الوطنية الجامعة. هناك مؤشرات ودلالات كثيرة يجب أن نقرأها في تلك الأشكال المبتدعة من الاحتفاء، لكن كما قلت في كلمتي أمس في احتفال مهيب وكبير أقامته الجالية اليمنية في كاليفورنيا وشارك فيه عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وناشطين اليمنيين،
أنه ونحن نحتفي ونحن نستذكر هذه يعني هذه الثورة علينا كذلك أن يعني نستلهم الإرادة الوطنية التي حركت أولئك الثوار لنواجه الأسئلة الصعبة اليوم. لماذا بعد أكثر من 5 عقود من عمر الثورة استطاعت ديور الإمامة أن تتسلل مرة ثانية واستطاعت تلك الدعوات التي يعني تحاول أن تقدم اليمن أن تجد لها حضورا؟ أعتقد هذا تحدي كبير. هذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق جميع اليمنيين. نعم في ظل سعادة السفير مواطنين ومسؤولين. نعم في ظل هذه ما أشرت إليه من استلهام للإرادة الوطنية، كيف يمكن أن نعمل على استلهام هذه الإرادة ونحن نعيش هذه التحديات كما أشرت؟ والله أنا أعتقد يجب أن نعود إلى الجذور الأولى، يجب أن نعود إلى يعني إلى الإجابة على التساؤلات الكبرى التي يعني طرحت في القضية اليمنية منذ بدايتها. الأسباب الرئيسية لرحلة التيه اليماني، يجب أن نناقش هذه المسائل، ويجب أن نعيد العلاقة للهوية اليمنية. ويجب أن نعود إلى فترات المخاض الأولى. يعني نحن لعقود طويلة كربجية كامل يعني تستخدم قيم الثورة وأهدافها فقط كمادة للخطط السياسية وكأسماء للمدارس والشوارع، لكن خط البداية الأول الذي والإرادة والوعي الوطني الخالص الذي قاد الثورة وكان مدرك لطبيعة ويعني وشراسة القوى الرجعية في حينها التي مسكت الزمام الأمور في اليمن وقسمت اليمنيين إلى طبقات وأدعت بالاصطفاء الإلهي وغير ذلك من مشاريع. أعتقد أنه هناك في يجب أن تكون هناك في مراجعة. أنا دائما أقول أتمنى أن تتحول مقدمة كتاب القاضي عبد الرحمن الإرياني الذي كتبها الأستاذ مطهر علي الإرياني أن تتحول إلى مادة للتربية الوطنية لتعود الأجيال وتدرك ما كيف كانت تلك الأوضاع وما هي تلك المشاريع ضمن المناهج الدراسية لأن أنا أعتقد يجب أن يعني حتى نستطيع أن نجيب على 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 تلك الأسئلة الكبرى يجب أن نعود ثانية إلى خط البداية في هذا الأمر. نعم طيب دعني أقف معك سعادة السفير عند إحدى جوانب كلمة فخامة الأخ الرئيس بالأمس عندما بمناسبة الذكرى 57 لعيد 14 من أكتوبر، عندما قال بأن ثورة 14 من أكتوبر لم تكن مطلقا صناعة الأقدار السهلة أو الظروف المفاجئة، بل هي تتويج لنضالات طويلة وعمل شاق. بالتأكيد يعني أولا على مستوى الساحة الجنوبية يعني ثورة 14 أكتوبر هي امتداد لنضالات وثورات كثيرة قامت في أصقاع مختلفة من جنوب الوطن في حينها، وهي تراكم لنضالات كثيرة يعني. لكن كذلك أعتقد الأخ الرئيس يشير كذلك إلى التلاحم بين ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر. نحن نعلم أن الخط الأول لقيادة 14 أكتوبر جميعهم شاركوا في ثورة 26 سبتمبر بالتأكيد من عناصرها الفاعلة. نحن نعلم أنه يعني 26 سبتمبر وفرت العمق الاستراتيجي لثورة 14 أكتوبر وثورة أكتوبر. مدينة تعز كانت ظهير رئيسي لحركة النضال في الوطني. مصر عبد الناصر يعني كانت عون رئيسي لثورة الشعب اليمني سواء في شماله أو جنوبه. نعم وكذلك عدن لسعادة السفير كانت عدن كانت محطة وكانت مدرسة المناضلين جميعا، كانت الرئة الوحيدة التي يتنفس منها اليمنيين يعني كلما ضاقت بهم الحال الحرارة الأوائل كانت عدم انطلقهم وصيغة أولى وثائق الحركة الوطنية في مدينة عدن. لذلك يعني عندما ننظر إلى المشهد في اليمن يعني أعتقد ذلك ما أشار له فخامة الأخ الرئيس هو تلك الصورة وذلك التفاعل والتكامل الوطني. ليس الوطني فقط ولكن القومي كذلك، وذلك المخاض الطويل الذي عاشته منطقة كاملة للتحرر من يعني الاستعمار. نعم إذن سعادة السفير أحمد عوض بن مبارك سفير بلادنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا، وينضم معنا للحديث أكثر حول هذه الذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر معالي وزير الثقافة الأستاذ مروان دماج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ مروان، دعنا نقف معك في جزئية معينة ونحن نعيش هذه الذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر، عند طبعا أسمت كل القوى والحركات في سواء في شمال الوطن أو في الجنوب في ثورة سبتمبر وأكتوبر. دعنا نقف معك عند الفعل الأدبي وكيف أسهم الشعراء والأدباء والمثقفون في هاتين الثورتين تحديدا. هو طبعا في الحقيقة هو فيما أشرت إليه حول القوى السياسية التي أسهمت في الثورة. أنت إذا تتبعت تاريخ الحركة الوطنية اليمنية من بداية القرن العشرين ستجد أنها نشأت بشكل واحد، سواء كانت في عهد الإمامة أو في المناطق التي كانت تحت حكم الاستعمار البريطاني. وأبرز هذه الحركات لا شك أنها أولا، إلى جانب أنه عدن كانت هي الحاضنة للأحرار اليمنيين من كل مكان، فإن أبرز الحركات السياسية التي تشكلت في عدن هي حركة القومية العرب، وهي كانت حركة ولكل أبرز الناشطين شمالا وجنوبا، وكان تأسيسها على يد فيصل عبد اللطيف الشعبي. وهي كانت حركة موحدة منذ نشأتها، وهذا يفسر ويوضح طبيعة العمل السياسي في اليمن، أنه مع اختلاف طبيعة النظامين الجاثمين على قبضة الشعب اليمني في الشمال والجنوب، إلا أن الشعب حدث العمل السياسي مبكرا، وكان في كل مرة ينتج فيها حركة سياسية ينتجها موحدة وتشمل جميع المناطق، سواء المناطق الجاثمة تحت السلطة الكهنوتية للإمامة أو تحت الاحتلال الاستعمار البريطاني. نعم. طيب هذا جانب. الجانب الآخر وهذا جانب، والحقيقة هذه تحتاج قراءة فيما يتعلق بالحركات السياسية في اليمن، هذه تحتاج نوع من القراءة والتبصر. لماذا؟ لفهم نشوء الحركات السياسية وتكون سواء الأحزاب الكبيرة في اليمن سواء بشقيها في اليسار أو ما يطلق عليها اليمين، هي نشأت أحزاب على الساحتين الوطنية في اليمن، ولشعب واحد حتى وإن كان تحضل حكومتين كما جرى، سواء بعد الاستقلال مباشرة في الشمال والجنوب كانت الحركة السياسية هي تقريبا حركة موحدة. فيما يتعلق بالحركة الأدبية والحركة، الحقيقة أن ثورتي سبتمبر وأكتوبر هي كانت ثورتي أيضا في الأدب وفي التعبير وفي الوعي، كانت عملية نهضة واسعة جدا، سواء في بالفنون بشكل عام، فيما يتعلق بالأغنية، فيما يتعلق بالقصيدة، فيما يتعلق، هي كانت انبعاث لجميع طاقات المجتمع ولجميع أفراده في المجال الأدبي والفكري. ولهذا شهدنا هذا المدى الهائل من الغناء، ليس فقط في جانبه الوطني والأغنية الوطنية المميزة التي أنتجتها الساحة اليمنية شمالا وجنوبا على أيدي كبار الفنانين، سواء محمد مرشد ناجي أو علي بن علي الآنسي أو عطروش أو محمد أو ما كتبه محمد عبد الوهاب الفضول وغيره من الشعراء الكبار، لأن الثورة هي كانت في فعلها الحقيقي والعميق هي تفجير لهذه الطاقات، سواء الأدبية أو الشبابية أو النضالية. ولهذا شهد الحياة الفنية والأدبية ازدهار كبير جدا، واستنهاض للروح المقاومة. نعم. طيب سعد معالي الوزير، دعني أقف معك عند نقطة محددة. هناك من يقول بأننا بحاجة ماسة إلى الأدب المقاوم بسبب المخاطر المحدقة باليمن بشكل خاص، ويعني ما مدى حضور هذا الجانب برأيك في الوقت الحالي؟ نحن دائما بحاجة إلى النقص، وبحاجة إلى أن يعلن المثقفون وأن يكونوا موجودين إلى جانب إخوانهم وأبناء الشعب في مواجهة المشروع الإمامي الرجعي المتخلف العنصري، والموقف المثقف هو موقف أساسي وجذري في اتخاذ تشكيل الوعي تجاه المشروع
الظلامي الذي يعني الآن امتد ويحاول يعني أن يقودنا وأن يقود البلد إلى حالة من التشظي، وأعتقد لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن المعاصر. نعم. طيب مع الوزير، دعني أقف معك عند نقطة محددة طبعا، وهو استكمال للسؤال السابق. طبعا غالبا ما تقوم وزارة الثقافة باستنهاض الهمم، استنهاض الفعل الثوري المقاومة. نحن نعيش الآن الحرب الميليشيا الحوثية. ما دور وزارتكم وزارة الثقافة في استنهاض هذه الإمام، سواء من خلال الأغنية، من خلال القصائد؟ هو لا شك أنه نحن جزء من مؤسسات الدولة ومؤسسات الحكومية، وعلينا واجب رئيسي جدا سواء في بناء المؤسسات الثقافية القادرة على حفظ التراث وعلى العمل الإنتاج العمل الثقافي والفني والمسرحي. ونحن حاولنا أن نعيد بناء هذه المؤسسات، وكانت لدينا عدد من الأولويات وفي مقدمتها الخاصة بالحفاظ على تاريخ اليمن وإرثه الحضاري وثرواته من الآثار والمقتنيات والتحف. بذلنا جهد كبير جدا في هذا الجانب، أعدنا بناء جزء من المؤسسات وتفعيل، حاولنا ترميم بعض المرافق المهمة، إلى جانب طبعا بالتأكيد استنهاض العمل في مجال المسرح وفي مجال الفنون، وإعادة ترتيب وضع الفرق الفنية في المحافظات المحررة. وهذا لا شك أنه يحتاج تكاتف جميع الفنانين والمبدعين، إلى جانب وزارة الثقافة وإلى جانب القوى السياسية التي تشارك معنا وتسهم بدور كبير في أن تحشد الطاقات وتعبئ المجتمع في مواجهة هذه الحركة السلالية الرجعية الأخرية. نعم. طيب دعني مع الوزير، يعني هناك بعض الفنانين تقريبا، أو هناك من طبعا في كل أنواع الفن هناك من ينأى بنفسه، لم يعني يتخندق أو يتجه نحو هذا أو ذاك، هل هذه وجهة نظر صائبة أم أن بالضبط السؤال ما فهمت إيش المقصود؟ نعم، المقصود إنه هناك سواء في المناطق التي ما تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، أو المناطق التي ما تزال يعني يعني استعادتها حكومة بلادنا الشرعية، هناك بعض الفنانين ما يزالون لم يؤدوا دورهم على أكمل وجه في مقاومة ومقارعة هذه الميليشيا الحوثية، سواء من خلال الفن اللي يحملوه. يعني هل الحياد في هذه الحالة هل هو صائب من وجهة نظر، أم أنهم لا يريدون أن يقحموا أنفسهم في الصراع؟ يعني نحن فن لنا اتجاهاتنا الاجتماعية ونبتعد عن المجال السياسي أو أنا في تقديري أنه أولا الفنانين والمبدعين وكل المشتغلين بالشأن الفني والثقافي في اليمن والواقعين تحت سلطة الميليشيا لا شك أنهم يعيشون أوقات صعبة، ولا شك أننا نقدر القيد والظروف التي وظروف الخوف والقهر التي تفرضها هذه الجماعة، التي تسعى أولا عبر الفكر الرجعي المتخلف العنصري وتحاول فرضه وتعميمه عبر أدوات عديدة جدا، ولديها وسائل وخبرات بعضها موجودة، واستفادت من حزب الله واستفادت من إيران لبناء هذه المنظومة المتشعبة في مجالات الإعلام وغيرها من المؤسسات، وهي مؤسسات كبيرة يجب أن نعترف بذلك. لكن صحيح. الفنانين والأدباء هم يقعون تحت نير وفي أوضاع نحن لا نستطيع إلا أن نساندهم وأن ندعمهم وأن نؤكد أننا نقف معهم بكل ما نستطيع على الأقل حتى معنويا، ونحن نشهد على أيديهم. وأنا متأكد أن المثقفين سيقولون كلمتهم وسيقولونها الآن وغدا، وسيتقدم هذه الميليشيا بما تستحقه وبما هي عليه في تكوينها وفي مشروعها وفي طموحاتها المدمرة للبلد والوحدة الشعب والتجانس الاجتماعي وغيره من القضايا التي تمثل هذه الميليشيا تهديد كبير لها. نعم. إذن الأستاذ مروان دماج وزير الثقافة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وينضم معنا للحديث أكثر حول هذه الذكرى 57 لثورة 14 من أكتوبر معالي وزير حقوق الإنسان دكتور محمد عسكر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخي العزيز، حياكم الله. مع الوزير، كيف تنظر إلى
مسار هذه الثورات، سواء ثورة 26 من سبتمبر أو 14 من أكتوبر، ونحن نعيش هذه الذكرى 57 لهذه الثورة، ونعيش أيضا يعني تحديات كبيرة تواجه اليمن بالذات في هذه المرحلة. شكرا لك أخي العزيز. في البدء دعني أو اسمح لي أن أهنئ شعبنا اليمني وقيادته السياسية مثلا فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الرب منصور هادي، كل أبناء اليمن في كل مكان في الشتات وفي الداخل. الحقيقة هذه الفرحة التي عمت اليمنيين اليوم فيما يتعلق بالاحتفاء بثورة 14 أكتوبر المجيدة، هذه الثورة التي حرر فيها آباءنا وأجدادنا الوطن الغالي وترابه من الاستعمار البريطاني الطويل الذي استمر قرابة 129 عام. لا شك أن اليمن الحديث لا يمكن تعريفه بدون ركيزتين أساسيتين، وهما ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر. وصولا إلى اليوم يوم الاستقلال الناجز وهو 30 من نوفمبر. في الحقيقة هذا هاتين الثورتين هم عنوان اليمن الحديث، ولا يمكن الحديث عن 50 عاما من عمر الشعب اليمني الماضية بدون الحديث عن 26 سبتمبر و14 أكتوبر. طيب مع الوزير، كيف تنظر إلى أهمية الوقوف ضد المشاريع التمزيقية سواء كانت طائفية أو سلالية أو مناطقية، ونحن نعرف أن هذه الثورة قامت أساسا ضد هذا التشرذم والتمزق الذي كان يعيشه جنوب الوطن آنذاك؟ في الحقيقة حينما نعود إلى الأيام الأولى لثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، كانت هناك آمال عظيمة وأحلام عريضة للثوار، سواء للتخلص من الاستبداد الإمامي في شمال اليمن أو التخلص من الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن وتأسيس دولة سواء في الجنوب أو في الشمال، حينها دولة قوية مدنية تحترم الإنسان، تهتم بالتعليم والصحة، تهتم بالتنمية الاقتصادية ورفع مستوى الشعب اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتحقيق مكانته السياسية كما يريد أن يتبوأها. في الحقيقة علينا مراجعة القيام ببعض المراجعات لمسارات وسيرورة ثورة 26 سبتمبر 14 أكتوبر. لماذا وصل بنا الحال أن استعادة الإمامة زمام المبادرة من جديد، ولماذا اليوم مشاريع التفتيت تهدد جنوبنا الحبيب؟ في الحقيقة نحتاج إلى مراجعة، لأن هناك انحرافات حصلت سواء على مستوى الفكر أو على مستوى السلوك أو على مستوى السياسات. مراجعة من مع الوزير؟ من يقوم بهذه المراجعة تقصد؟ علينا المراجعة مننا جميعا، سواء على مستوى النخب أو على مستوى المؤسسات أو مستوى الحكومة أو مستوى الأفراد، في الجامعات، في المدارس، في وسائل الإعلام، كيف تحولت هاتين الثورتين اللتين المفروض أن نذهب بهما إلى المستقبل، هاتين اللتين كانت عمودين أساسيين لتحقيق 22 مايو يوم الوحدة العظيم، لماذا تحولت وانكبت الأمور إلى الخلف؟ هاتي يعني نحتاج إلى مراجعة حقيقية، نكتشف أين مواطن الداء، كيف تسللت الإمامة ولوبياتها في مفاصل الدولة واستطاعت أن تفكتها من الداخل، كيف أسهم الاستبداد طوال الثلاثة العقود الماضية في توفير بيئة خصبة في عمليات التوريث وعملية وفرت بيئة خصبة لاستعادة الإمامة. اليوم نحن في مرحلة فرحة متجددة، لكن يعني يشوبها قليلا من المرارة، لأن اليمن اليوم وضعها لا يسر عدو كما يقال ولا صديق. اليوم اليمن لابد أن يتوحد أبناءه نحو بناء حقيقي لدولة لكل اليمنيين، دولة عادلة ضامنة تؤسس للحقوق وللحريات. طيب مع الوزير، معنى ذلك هل الثورات 26 سبتمبر أو 14 أكتوبر معنى ذلك أنها ما تزال مستمرة بأهدافها بقيمها حتى الآن، وأن هناك انحراف في مسار هاتين الثورتين ونحتاج إلى تصحيح، أم أن الخلل في بعض الأنظمة التي كانت خلال الفترة الماضية هي السبب في ذلك؟ أنا أتفق معك في كلا الأمرين. في الحقيقة نحن الثورات حينما تسميه شعوب ثورات هي محط آمالها وأحلامها، وهي يعني خارطة الطريق لمستقبلها،
لا شك أننا الشعب اليمني يحتاج إلى أن نجدد العهد بثورة 14 أكتوبر. هذه الثورة التي فيها دروس عظيمة، كيف استطاع ثوار شباب بإمكانيات محدودة أن يواجهوا أعظم قوة في العالم، القوة التي لا يغيب عنها الشمس. لا شك أن هناك كان ظروف دولية معينة، لكن وحدة الموقف الداخلي، وكان الناس الثوار يذهبون إلى الرعاة وإلى التجار الصغار لجمع المال وشراء السلاح وتهريبه، كيف استطاعوا أن ينقلوا هذه الأسلحة وهذه الأموال بطرق بدائية ومتخلفة للغاية، لكنهم استطاعوا أن يواجهوا أعظم تكنولوجيا في ذلك العصر. كل هذه الدروس لابد أن نستمد منها. كيف استطاعوا أن يوحدوا 23 سلطنة في الجنوب نحو راية واحدة وشعب واحد وأمة واحدة ورئاسة واحدة وحكومة واحدة وهدف واحد؟ كيف استطاعوا أن يبنوا ويأسسوا نظام حقيقي للتعليم وللأمن وللصحة؟ هذه كلها دروس نحتاج اليوم أن نستفيد منها. وأن نستنهض 14 أكتوبر سنحتاج إلى محطات ومحطات للحديث عنها. أنا أبارك مرة أخرى لك أخي العزيز ولكل مشاهديك ولكل الشعب اليمني. نحتاج اليوم إلى وحدة للموقف ووحدة للصف ووحدة للقلوب من أجل أن نتجاوز مشكلاتنا جميعا، مشكلات الشمال ومشكلة الجنوب، وتأسيس يمن اتحادي جديد يحفظ لكل اليمنيين مكانتهم وحقوقهم وحرياتهم. بهذه الكلمة الجميلة معالي الوزير نختتم معك هذا اللقاء. معالي وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، في هذا الموضوع الثاني من هذه الحلقة نناقش فيه عملية تبادل للأسرى المعتقلين بين حكومة بلادنا والميليشيات الحوثية، حيث بدأت أكبر عملية تبادل للأسرى والمعتقلين بين الحكومة والميليشيات الحوثية مع إقلاع طائرات تحمل المئات من مناطق خاضعة، ما تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وأخرى من المناطق التي تحت سيطرة بلادنا وحكومتنا. وتشمل هذه العملية التي تتم برعاية الأمم المتحدة وتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية تبادل نحو 1080 أسيرا تتم على دفعتين، وكانت الدفعة الأولى قد وصلت يعني طبعا من الأسرى الحوثيين التي صعدت إلى طائرة الصليب الأحمر الذي رعى تلك العملية مع الأمم المتحدة من في مطار السيئون. والحديث أكثر مشاهدينا ينضم معنا الأستاذ المحامي محمد ناجي علاو، عضو الوفد الحكومي المشارك في اتفاق إطلاق الأسرى والمعتقلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، كيف تنظرون إلى العملية التي بدأت اليوم؟ هل هي ناجحة بكل المقاييس وتكللت جهودكم بالنجاح اليوم جهود الجميع، أم أن الميليشيات كعادتها واجهتم بعض العراقيل منها؟ دعنا نتحدث عن ما تم تنفيذه اليوم. نعم. بغض النظر عن الزمن الطويل والماراثون الذي تم قطعه منذ مشاورات سويسرا ثم الكويت ثم استوكهولم ثم عمان، يعني مشوار طويل وفيه تعقيدات كثيرة، لكن الخلاصة اليوم بأن فرحتنا غامرة بعودة هؤلاء الذين غيبتهم الزنازين والمحتجزات والمعتقلات لفترات طويلة إلى أسرهم وبين أهلهم. نعم. طيب، من خلال متابعتكم كيف لمستم تفاعل المواطنين، لا سيما أهالي أولئك المعتقلين المختطفين الذين عادوا مجددا إلى أهاليهم؟ لا شك طبعا أنه الأهالي عانوا معاناة شديدة، وكان لهم الدور الرائد كأسر وممثلين في تنظيمات النسائية للأمهات المختطفين في أكثر من محافظة، والذي حقيقة واجهوا يعني أشد المعاناة من خلال المعاناة النفسية لغياب أقاربهم،
ما سمعوه من تعذيب لما ولمسوه لما من إخفاء المكان من التعامل الصلب معهم أثناء الوقفات الاحتجاجية التي قاموا بها. هذه الأسر وأمهات المختطفين وأمهات المختطفين يعني ليسوا فقط أمهات لكن أمهات وزوجات وأخوات وبنات يعني كنا لهن الدور الرائد وبعد التأكيد وأخوة لكن هذه الكوكبة من النساء هم كنا حاملات مشعل الدفاع عن هؤلاء الذين غيبت صح لكن اليوم التحية والشكر لهم على صبرهم وجلدهم والذي ما زال دورا مطلوبا حتى نصل إن شاء الله إلى الإفراج عن كل من غيبه المعتقل إن شاء الله. طيب حدثنا عن العملية كيف تمت اليوم وكم عدد المعتقلين سواء لمن سلم إلى الميليشيات الحوثية أو من عاد إلى أهاليهم من طبعا الإجمالي 1091 منهم 5 من زملائكم الصحفيين نعم و يعني يتوزعوا أو الغربية أو الجنوبية و يعني بأعداد متفاوتة في كل جبهة وأيضا الجبهة الشمالية فهم موزعين على بحسب الجبهات فالجبهة الشرقية التي مارب وشبوة وسيهون وبيضة وقطوة البيضة والجوف تم حصتها 230 من كل فريق 235 من كل فريق والجبهة الجنوب والساحل الغربي 150 مقابل 200 والجبهة الشمالية التي هي الجنوبية بالنسبة للمملكة والشمالية بالنسبة لليمن كانت الصفقة الفارق العددي فيها 15 من الأشقاء السعوديين و4 من الأشقاء السودانيين يعني 19 و مقابل 250 من الذين كانوا لدى الأشقاء السعودية من مقاتلي الحوثي. نعم. هل يعني ماذا بعد هذه العملية؟ مباشرة نحن اتفقنا في مونرو في سويسرا بفور أن تتم هذه العملية يتم التقاء اللجنة مجددا وحدد المكان من حيث نبدأ عمان التي حقيقة استضافتنا أكثر من مرة بالأردن فأوجه الشكر الحقيقة من خلال هذا قناتكم للحكومة الأردنية والحكومة السويسرية والحكومات التي ساهمت فعليا في استضافة أعمال الأيام ويعني ساهمت معنا في هذا الإنجاز اليوم. كما انتهت الفرصة نوجه الشكر للنائب رئيس الوزراء الزميل العزيز سالم الخنبشي والوكيل محافظة حضرموت عصام الكتيري ومحافظة سقطرى والوكلاء والمسؤولين الحكوميين الذين كانوا اليوم في استقبال من عاد الطائرات من المختطفين ومن الأسرى إلى سيئون. كان مشهد جيد ومبادرة رائعة وعمل طيب بالتأكيد. أستاذ محمد قبل أسابيع التقيناك في هذا البرنامج وقلتم بأن الزملاء الصحفيين لم يكونوا أيضا يعني رغم مطالبتكم وحرصكم عليهم إلا أن واجهتم ذلك بتعنت وصلف من قبل الميليشيات الحوثية. نعم. ما هو التغير الذي حصل حتى يتم التغير الذي حصل كان هناك أسماء يريدها الطرف الآخر ومصر عليها ولم يكن ليقبل أن يفري عنهم إلا بهذه الأسماء والحقيقة بذل جهد كبير لتتبع هذه الأسماء أين هي وكذا وتم تبديل بعضها. المهم أنهم أعطوا مقابل هذه الخمسة الزملاء من الصحفيين زملائكم الصحفيين 5 من عناصرهم اختارهم هم يعني وتم قائمة كبيرة ولم يختاروا إلا 5 من العناصر الذي يعتبروها بالنسبة لهم مهمة جدا. فيعني طبعا لم يتم التبادل إلا بثمن
رغم أن هؤلاء حكمت محاكم الحوثي بالإفراج عنهم، لكن قالوها بصراحة أمام المبعوث الأممي بأنهم أخذوهم كرهائن ولم يفرجوا عنهم إلا بمقابل. فتعطلت المسألة عندما كنا في سويسرا، لأنه الأسماء التي كانوا يريدوها لم تكن موجودة، ثم عرضت عليهم عندما عادت اللجنة إلى مارب أسماء أخرى وهم أيضا طرفوها، وتمت الاستجابة لهذه الأسماء التي كانوا يرفضوها من قبل في بعضها. نعم، ليس من ضمنهم، دعني السؤال لو سمحت. نعم، ليس من ضمنهم الزميل حمزة يحيى الجبيحي، ليس كذلك؟ حمزة بالنسبة له من الأسماء التي نطرحها يعلم الله في كل لقاء، أولا لما عاناه والده بالتأكيد حكم الإعدام غيره، ثم لأن هذا الولد لا أعلم بلغه على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد، لا ليس له لا انتماء حزبي ولا عسكري ولا أمني ولا، لكن نستغرب حقيقة الصرف والعنت في مسألة يعني إبقائه في السجن، ونطرحه في كل مرة ولا يتم القبول بالتبادل به. نعم، إن شاء الله يتم الإفراج عنه وعن جميع المعتقلين والمختطفين. أستاذ محمد ناجي علاو، عضو الوفد الحكومي المشارك في اتفاق تبادل إطلاق الأسرى والمعتقلين، شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم معنا. مشاهدينا، نبارك لجميع عائلات الأسرى سواء الأمهات أو الزوجات يعني وأبنائهم، نبارك لهم جميعا، حتى أولئك الذين قاتلوا مع الميليشيات الحوثية وزجوا بأبنائهم مع هذه الميليشيات، وإن شاء الله يكونوا قد عادوا إلى جادة الصواب وعرفوا مع من قاتلوا ومن يقاتلون إخوانهم. نلقاكم مشاهدينا بهذا، نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج اليوم الثامن، ونلقاكم في حلقات مقبلة بإذن الله تعالى. نودعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.